محمد الحسين نازح من ريف حلب الجنوبي، مقيم في بلدة سرمدة. مهنتي أن نصطاد الطير الحر، ونازحين يعني جايين من سرمدة لمناطق هون الروج لحتى نمسك الطير الحر إذا الله يعني قسم لنا فيه نصيب. والله الطير الحر فيه له عدة طرق، هلق احنا هاي اول طريقة، طريقة الباشق، هذا اسمه باشق، هذا نمسكه على العصفور، هذا يعني ما لا ينباع ولا شيء، نمسكه على العصفور نحط فيه شبك ونمسك عليه الطير الحر إذا الله رزقنا. والله في طرق الحمامة، في طرق الأحبارة، في طرق النمام. أول شيء أول ما نجي لهون ننصب الخيم، نظبط وضعنا، إيه بعدين عاد نبنى كوخ. إيه أسهل شيء يعني طرح الطير على الكوخ، تحط بالكوخ نمام، حمام، عصافير، إيه هيك يعني. والله بهذا المجال ورثانين عن جدودنا، يعني أبهاتنا وجدودنا كلهم يقنصون. مناطقنا أفضل من هون بكتير، مناطقنا هونيك فضة، إيه والواحد هونيك بارك مع أهله مع عياله، هون تاركين عيالنا لحال وباركين إحنا لحال.